لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 45، وعنوان حلقتنا النهاردة الأزهر يكذب رسول الإسلام. إحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيشرح إزاي إن أبو حسن الأشعري شاف الرسول في حلم، ورسول الإسلام قال له قاعد المذهب الجديد، فراح المسجد وخلع ثوبه ورمى بيه في وجوه الناس وقال إني أنخلع من مذهب المعتزلة، وراح بيته وألمت بيه حالة فكرية وابتدى يعمل المذهب الجديد. وكانت المفاجأة إن مجلة الأزهر بتستشهد بكتاب الكشاف اللي مؤلفه الزمخشري أحد أئمة المعتزلة. وكان سؤالنا أنت كأزهر لو حابب تستشهد أقل حاجة هات من كتب أبو حسن الأشعري لما كان معتزلي، مش رايح تجيب لي وتستشهد من كتاب الكشاف. شوفوا معايا على الشاشة مجلة الأزهر من صفحة 16 في الفقرة الثانية وهنقرأ مكتوب إيه. في الكشاف إن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه تعالى، كالتشبيه مثلا وأنصان من الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم. وزي ما شفتوا الأزهر بيستدل من كتاب معتزلي، انت اصلا يا ازهر اشعري. شوفوا معايا الفيديو اللي جاي لشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب هيقول ايه. يعني المذهب الاشعري مذهب كلامي ليس مذهبا فلسفيا، مذهب هو المذهب المعتمد هنا، هو مذهب الامه مذهب الامه والتي يعني اجمعت عليه ورضيته منهجا لها في الاعتقاد منذ القرن الرابع وحتى الان، طبعا رغم ما يتعرض له هذا المذهب الان من تشويه، لكن حقيقه هو المذهب الذي ساد. وحين أقصي أو هذا المذهب من أذهان المثقفين والمفكرين والطلاب والجامعات وقعنا فيما وقعنا فيه الآن. شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول المذهب الأشعري مذهب كلامي ليس مذهبا فلسفيا، هو مذهب الأمة، مذهب الأمة والتي يعني أجمعت عليه ورضيته منهجا لها في الاعتقاد منذ القرن الرابع وحتى الآن. طبعا طيب يا شيخ الأزهر، طالما إن الأزهر أشعري العقيدة، ليه بيثبت أو يستدل على عقيدته الأشعرية من كتب المعتزلة؟ مش المذهب الأشعري هو مذهب الأمة اللي أجمعت عليه ورضيته منهجا من 1000 سنة؟ وأصلا طالما الأزهر أشعري، ليه ما بيستدلش على عقيدته من كتب الإمام أبو حسن الأشعري اللي هو إمام الأشاعرة ومؤسس المذهب الأشعري؟ ده حتى المذهب باسمه، مفيش مذهب في العقيدة بيحمل اسم شخص غير المذهب الأشعري. وما زال السؤال قائم، فليه الأزهر مش بياخد من كتب أبو حسن الأشعري مؤسس المذهب الأشعري؟ والمفاجأة يا مسلمين إن المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري هو رسول الإسلام نفسه. هتقولوا لي إزاي؟ أبو حسن الأشعري كان مجرد أداة. وشوفوا معايا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هيقول إزاي إن رسول الإسلام بعد ما مات أسس المذهب الأشعري، والكلام ده هيقوله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. هو الحقيقة في المؤرخين هنا أو المحللون يكتبون أسبابا، بعضهم يعني زي ابن عساكر مثلا ينص على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد واللي هو مذهب أهل الحق ويبتعد من هذا المذهب. لاحظتوا حضراتكم أن رسول الإسلام هو اللي جه لأبو حسن الأشعري في المنام وقال له قاعد المذهب، يبقى المؤسس الحقيقي لمذهب الأشعر هو مين؟ هو رسول الإسلام نفسه. يعني أبو حسن الأشعري مجرد أداة فقط. والمفاجأة إن رسول الإسلام في نفس المنام قال لأبو حسن الأشعري حاجتين قصاد بعض، يعني قال له أعمل كده وما تعملش كده، وقال لأبو حسن الأشعري قاعد للمذهب الجديد اللي هو إيه؟ مذهب أهل الحق، وابتعد عن إيه؟ عن المذهب، يعني يقصد يبتعد عن مذهب المعتزلة. فالأزهر عمل عكس كلام رسول الإسلام اللي هو المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري، طبعا بين قوسين حسب رواية الأشعرة.
فالأزهر بياخد من كتب المعتزلة يستدل بيها على عقيدته، زي ما نقلنا لحضراتكم اعتماد الأزهر على تفسير الزمخشري المعتزلي بالاستدلال على العقيدة الأشعرية. فالأزهر بياخد من كتب المعتزلة يستدل بيها على عقيدته الأشعرية للأزهر، والكلام ده منشور فين؟ في مجلة الأزهر زي ما نقلنا لحضراتكم. وفي نفس الوقت الأزهر ابتعد عن إيه؟ عن مذهب أهل الحق اللي هو المذهب الأشعري بالنسبة له، اللي هو المذهب الأساسي للأزهر، المذهب اللي أسسه فعليا رسول الإسلام بنفسه بعد ما مات. وطبعا هنستنتج من كل اللي عمله الأزهر حاجات خطيرة جدا، أنا هقول منهم أهم يعني ثلاث حاجات. الاستنتاج الأول إن الأزهر الأشعري مش مصدق رواية أبو حسن الأشعري إن رسول الإسلام جاله في المنام. طيب الاستنتاج التاني إن الأزهر الأشعري مش مصدق عقيدة الأشعري أصلا. والاستنتاج التالت إن كل اللي قاله أبو حسن الأشعري مجرد تخاريف أو مرض نفسي، عشان كده الأزهر مش بياخد من كتبه لا القديمة اللي كتبها هو معتزلي ولا الجديدة اللي هي بتعتبر المرجع الأساسي للمذهب الأشعري اللي المفروض إن هو مذهب الأزهر. اللي بيعمله الأزهر زي واحد بيقول أنا مسلم وبعدين يروح يصلي مع البوذيين في معبد بوذا. يعني من الآخر الأزهر الأشعري بيقول لأبو حسن الأشعري بشكل مباشر أو غير مباشر أنت كذاب، مش هنستشهد من كتبك. والمفاجأة إن المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري حسب رواية أبو حسن الأشعري هو الرسول الإسلام، لما جاله قال له قاعد المذهب الجديد، يبقى رسول الإسلام نفسه هو اللي أسس المذهب الأشعري. يعني أنتوا يا أشعرة، أو يعني أنتوا يا أشاعرة الأزهر، بتكذبوا مين؟ بتكذبوا رسول الإسلام وتقولوا له مذهبك الجديد ده ما يلزمناش. مذهب إيه اللي أنت جايبه بعد 4 قرون جاي تعمله؟ أنت كلامك مش منطقي. وبكده اكتشفنا إن مش بس الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لوحده اللي بيقول لرسول الإسلام أنت كلامك مش منطقي، زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي في سؤال الرسول الإسلام للجارية أين الله، وشوفوا مع بعض. هذا سؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. أن تسألني أين يوجد، تقول لي هذا السؤال فعلا يصح حين يكون المسؤول عنه مما يأخذه المكان ويحيط به المكان ملموسا ملموسا محدودا محدودا. المفاجأة يا مسلمين إن دي هي عقيدة الأزهر في كلام رسول الإسلام. كل علماء الأزهر من 1000 سنة عقيدتهم مؤسسة على كلام رسول الإسلام مش منطقي. وإحنا لما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن تعليق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على سؤال الجارية أين الله، كنا فاكرين إن دي هي عقيدة شيخ الأزهر وبس، لكن اكتشفنا إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيعبر عن عقيدة الأزهر اللي من أركانها إن رسول الإسلام بيقول كلام غير منطقي وبرضه كلام متناقض. شوفوا معايا الفيديو اللي جاي. إنما تسألني عن موجود فوق المكان، تسألني عنه أين مكانه، هذا التناقض في السؤال أصلا. وعلماء الأزهر بيعرفوا حق المعرفة أن المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري هو رسول الإسلام نفسه، لما جه لأبو حسن الأشعري في المنام، وأبو حسن الأشعري ده مجرد بس أداة. وطالما أن رسول الإسلام اللي كلامه مش منطقي متناقض، فإزاي الأزهر هياخد منه العقيدة؟ فأكيد هياخدوها من المعتزلة. وفعلا زي ما أثبتنا لحضراتكم إنهم لما جم يتكلموا عن عقيدتهم في ذات الله استشهدوا بكتاب إيه؟ الكشاف اللي كتبه أحد أئمة المعتزلة. ودي رسالة واضحة مش محتاجة أي توضيح، رسالة من الأزهر كمؤسسة دينية. شوفوا الرسالة دي بتقول إيه في الفيديو اللي جاي. كأنك يعني حاجة بيضاء تقول لي هذا هذه الحاجة السوداء كيف كذا، لا أنا ما بنطلقش معك منها بيضاء. الرسالة بتقول إحنا مش هننطلق معاك يا رسول الله، أنت مش عارف تميز الحاجة بيضاء وتقول عليها سوداء، المذهب المعتزلي كويس وهنستشهد بيه، وكلام أبو حسن الأشعري إنه انخلع من مذهب المعتزلة ده كلام فاضي، وإحنا كأزهر هنستدل على عقيدتنا من كتاب الزمخشري. تيجي بقى أنت لأبو حسن الأشعري في حلم أو ما تجيش، إحنا بنفهم أحسن منك يا رسول الله أو يا رسول الإسلام، يعني ده أنت حتى كلامك مش منطقي وعملت عقيدة بسببها حصل فتنة بين المسلمين. وتابعوني الحلقة الجاية ومعقدة الأزهر وإزاي إنه دايما في مواجهة مع رسول الإسلام، وألتقي بكم في الحلقة القادمة.
لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة.